العشرات من طلبة المدرسة الوطنية العليا للفندقة بفندق الأوراسي في العاصمة يواصلون إضرابهم عن الدراسة للشهر الثاني على التوالي. الطلبة المحتجون عبروا عن رفضهم لمرسوم ينص على إمكانية فتح وكالة سياحية لكل من يحوز على شهادة دراسات عليا في السياحة والفندقة أو ليسانس في التعليم العالي مع شرط سنة واحدة خبرة. السبب هو لو ديكري، هذا اللي داروه لو ديكري دو لا مور اللي نسموه حنايا لهنا. بغينا نفهموا برك علاش ايل فول ملتيبليي لو نومبر تاع لي زاجونس دو فواياج. اسكو بور او تبانهم لي زاجونس دو فواياج هما اللي حيطلعوا بالتوريزم في الجزائر ولا واش راح يزيدوا لنا؟ ديجا كو اي فو سافوار كو عندنا بلوس دو 2200 اجونس دو فواياج لهنا في الجزائر. جو نكومبرون با علاش بغاو يزيدوا ملتيبليو في لو نومبر تاع لي زاجونس دو فواياج. هذه الاولى. لا دوزيام بغيت نسقسي لي ريسبونسابل تاع لو ديكري هذا. ليكول ناسيونال سوبيريور دو توريزم ال سارا كوا اسما مدام شاك ليسونسي اون امبورت كال دومين يقدر يحل اجونس دو فواياج سويت ا ان نون ان نون ديكسبيريونس اون سول اني. بغينا نقولوا على نهضروا على الديكري هذا. ديكري هذا المرسوم رقم 17161 هذا الذي أضر بالسياحة الوطنية. السياحة رانا نشوفوا باللي الدولة الجزائرية راهي تحاول تطور السياحة الجزائرية بصاحب هذا الديكري. رانا نشوفوا باللي كتلاتو. هذا المطلب تاعنا الأول. المطلب تاعنا الثاني هو الفاليداسيون تاع الدبلوم. فاليداسيون تاع الدبلوم احنا ماهوش محترف بينا من وزارة التعليم العالي. Bonjour, je suis une étudiante à l'École nationale supérieure de tourisme de l'Oratie. Donc nous faisons une grève depuis trois semaines contre un décret qui dévalorise notre formation. Personnellement, je n'accepte pas une concurrence déloyale. Et si vous voulez promouvoir le tourisme en Algérie, il faut plutôt faire des écoles de formation et former du personnel. La concurrence, oui, ça existe. On est capable de l'assumer, mais avec une concurrence loyale et non déloyale. Donc je suis étudiante à l'École nationale supérieure du tourisme. Personnellement, je trouve que le décret Hava, il est en train de clochardiser notre secteur. Anna, j'ai eu 14 de moyenne sur le bac TAI, maths technique, à Taouné, l'école polytechnique. J'ai laissé cette école pour venir étudier ici. J'ai passé un concours écrit et oral, mais à la fin, il donne un décret, il sabote carrément, il dit qu'il faut les placer. Donc voilà. المحتجون ناشدوا وزير القطاع حسان مرموري بضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي 17161 وتعديله في القريب العاجل. نطلبوا من الوزير باش يعطي يعطي الأولوية لأصحاب الميدان. المرسوم التنفيذي رقم 16117 هو مرسوم تنفيذي يهدم السياحة أكثر مما يطورها. Un papier noir sur blanc qui prouve les promesses vont être traitées et réalisées. البلاد حاولت مرارا التواصل مع مسؤولي وزارة السياحة لأخذ رأيهم في قضية الطلبة المضربين لكن دون جدوى. ومع كل هذه التطورات يتواصل الإضراب ويبقى السجال كبيرا حول شروط اعتماد الوكالات السياحية.